بعد شراء هاتف جديد أو فرمطة هاتفك الحالي، تبحث عن تطبيقات جديدة بطبيعة الحال للاستفادة من هاتفك الأندرويد لأقصى درجة. وهنا تدخل إلى متجر جوجل بلاي وتبدأ في البحث بشكل عشوائي. بعد 10 سنوات من الخبرة في تجربة الهواتف الجديدة والتغيير بينها، هذه أفضل 10 تطبيقات أساسية مفيدة جدا لكل هاتف جديد. كل شخص طبيعي وعادي جدا تدخل إلى متجر جوجل بلاي وتدخل حسابك على جوجل وتبدأ في تحميل التطبيقات بشكل عشوائي، واتساب، إنستغرام، فيسبوك وإلى آخره، أو تقوم بالذهاب إلى قسم توب فري وتقوم بتحميل التطبيقات الموجودة على ذلك القسم بالكامل. ولكن بعد أسبوع أو أسبوعين من استخدام هاتفك الجديد، تجد أن أغلب تلك التطبيقات لا تستخدمها فعلا ولا تستفيد من المميزات التي تقدمها. فانسى هذه الطريقة تماما وتابع معي هذا الفيديو للآخر، لأنك بالفعل ستستفيد من 10 تطبيقات مهمة جدا لكل جهاز جديد. فبدون إطالة في الكلام، أول تطبيق ستحتاجه إذا قمت بفرمطة هاتفك الحالي أو اشتريت هاتف جديد هو تطبيق Send Anywhere. هذا التطبيق يمكنك من إرسال الملفات من الصور، فيديوهات، قائمة الاتصال، أي شيء تريده من هاتف إلى آخر. وهذا يعني أن هاتفك الجديد فارغ، ليس به أي بيانات، وستحتاج إلى نقل بياناتك من هاتف قديم أو من هاتف صديقك لديه صورك الخاصة وكل تلك الأمور. فهذا التطبيق سيكون مفيد جدا لنقل جميع بياناتك من هاتف أندرويد إلى هاتف أندرويد آخر، أو من هاتف آيفون إلى هاتف أندرويد آخر بشكل عادي جدا وبشكل طبيعي. هذا هو أول تطبيق أفكر فيه أنا شخصيا. من بعد يأتي الدور على المتصفح الذي أستخدمه في هاتفي. ستكون مصدوم لو قلت لك ما هو المتصفح الذي أستخدمه أنا شخصيا. ليس المتصفحات التي تعرفها، متصفح أوبرا. وستقول لي لماذا؟ متصفح أوبرا صراحة من أفضل المتصفحات التي استخدمتها على هواتف الأندرويد طيلة 10 سنوات لحد الساعة، فيقدم لك العديد من المميزات خصوصا في النسخة الأخيرة. فلديك VPN Integrated ومدمج في التطبيق نفسه، بدون التكلم عن الاد بلوك او مانع الاعلانات الذي يمكنك من منع الاعلانات، ومبني في المتصفح نفسه بدون الحاجة لتحميل اي تطبيق خارجي. وايضا ميزة الداونلود او التحميل السريع جدا، والذي يعطيك حتى سرعة الانترنت وكم حمل في ذلك الملف وكم قمت بتنزيل، والعديد صراحة من الامور الجميلة جدا في هذا المتصفح الرهيب الذي انا ايضا انصحك بتحميله بدلا من المتصفحات المشهورة والمعروفة. طبعا اذا استخدمت متصفح اوبرا وحملت فيديو او فيلم او مسلسل او اي شيء تريده، فهنا ستبحث عن مشغل لذلك الفيلم او مشغل الميديا. انا شخصيا وبدون التردد MX Player من أفضل المشغلات الميديا التي استخدمتها على هواتف الأندرويد صراحة. واجهة بسيطة جدا، العديد من المميزات، إضافة الترجمة من التطبيق نفسه إذا كنت تشاهد فيلم أو مسلسل، فصراحة من أفضل التطبيقات الخاصة بتشغيل الميديا الذي أنصحك بتحميلها إذا كنت اشتريت هاتف جديد أو فرمت هاتفك الحالي. طبعا من تشغيل الميديا إلى تشغيل الموسيقى، العديد منا يشغل الموسيقى على هواتفه، فأنصحك بمشغل الموسيقى سامسونج ميوزيك. نعم، فالمشغل الخاص بسامسونج جربته من الجالاكسي يونغ والجالاكسي ستار والعديد من الهواتف القديمة جدا والتي تعتبر نوادر حاليا، صراحة من أفضل البلايرز حاليا في سنة 2022، فيقدم لك العديد من المميزات والواجهة البسيطة والقليل جدا من البوكس أو الثغرات أو التشنجات أو أي شيء من هذا القبيل. فأفضل مشغل موسيقى هو مشغل سامسونج ميوزيك بلاير، أستخدمه حتى على هواتف أخرى من وان بلس، من هواوي، من أي شركة أخرى، أقوم بتثبيت السامسونج ميوزيك بلاير. طبعا شراء هاتف جديد يعني أن هناك كاميرا جديدة في ظهر الهاتف، ويعني أنك ستستخدمها بشكل كبير، سواء للتصوير على إنستغرام أو فيسبوك أو حتى أخذ لقطاتك الخاصة والشخصية وحفظها كصور. هنا سأستخدم تطبيق Open Camera. لا، ستقول لي هذا خاطئ تماما. نعم ربما، لكن أنا شخصيا وطيلة هذه التجربة التي قمت بها مع العديد من الهواتف من العديد من الشركات، تبقى الشركات تختلف من واحدة إلى أخرى. هناك تطبيقات خاصة بالكاميرا
تعتبر جيدة، وهناك تطبيقات أخرى لا تعطيك الكواليتي أو لا تستفيد من ذلك المستشعر أو الحساس بشكل كلي. فتطبيق أوبن كاميرا صراحة من أفضل التطبيقات التي استخدمتها في هواتف هواوي، في هواتف أوبو، في هواتف شاومي، في العديد من الهواتف بدون ذكر سامسونج، لأن صراحة تطبيق سامسونج الرئيسي جميل جدا وممتاز. لكن إذا كنت تتوفر على هاتف من شركة أخرى أنصحك بتطبيق أوبن كاميرا، وستجد فيه العديد من المميزات التي لا توجد في تطبيق الكاميرا الرسمي في هاتف. طبعا تطبيق جوجل لانس تطبيق مشهور جدا، وأنا شخصيا لا يمكنني استخدام هاتف لا يتوفر فيه تطبيق جوجل لانس. طبعا إذا لم تكن تعرف التطبيق، والأمر الغريب جدا أنك لا تعرف هذا التطبيق، هو تطبيق تابع لشركة جوجل يستخدم الذكاء الاصطناعي في العديد من الأمور. على سبيل المثال أعمل ترجمة من أي لغة في العالم إلى اللغة العربية أو اللغة الفرنسية انطلاقا من الكاميرا الخاصة بهاتفك، فيكفيك يعني أخذ الهاتف والتصوير ذلك الأمر، وهو سيقوم بترجمته بشكل أوتوماتيكي. إذا كنت طالب جامعي أو في الثانوية أو أي شيء من هذا القبيل، فسيفيدك أيضا هذا التطبيق في حل المشاكل الرياضية والمسائل المعقدة وكل تلك الأمور انطلاقا من الكاميرا أيضا، فيكفيك تصوير تلك المعادلة الرياضية الصعبة أو المعقدة وسيعطيك الحل الخاص بها وأيضا طريقة الحل. فهنا صراحة جوجل تبهرنا بالذكاء الاصطناعي الخاص بها صراحة، بدون التكلم عن الميزات الأخرى مثل التعرف على المنتجات سواء في المتاجر أو أي شيء من هذا القبيل، فيكفيك تصوير ذلك المنتج وسيتعرف عليه، والعديد صراحة من الأمور الجميلة جدا في جوجل لانس. فضروري جدا أن يتوفر هذا التطبيق أيضا في هاتفك الجديد. نبقى مع شركة جوجل أيضا تطبيق سناب سيد لتعديل الصور، وهذا أمر طبيعي جدا، فالصور الملتقطة بكاميرا هاتفك لن تكون صور بيرفكت من ناحية الألوان والكونتراست والساتوريشن والتعديل في دقة الألوان نفسها، فهذا التطبيق سيكون مفيد لك في إضافة الألوان وتعديلها وإضافة الإفكتات مثل الـ HDR والعديد من التأثيرات الجميلة جدا التي يوفرها لك هذا التطبيق، ناهيك عن أنه تطبيق صغير المساحة، وهذا يعني أنه لن يأخذ من مساحة هاتفك التخزينية إلا القليل. فصراحة تطبيق مهم جدا وضروري أن يكون في هاتف. من تعديل الصور إلى تعديل الفيديوهات بدون تردد، وقلتها مرارا وتكرارا، تطبيق VN من أفضل التطبيقات التي تقوم بتعديل فيديوهات وعمل مونتاج وفيديو إيديتين احترافي بالهاتف فقط، بدون الحاجة للدخول في دوامة انفيديا جرافيك كارد، معالج قوي، رامات، كل تلك الامور. فقط بالهاتف يمكنك عمل فيديو اديتين احترافي انطلاقا من هذا التطبيق. امر طبيعي جدا ان تبحث عن تطبيق لاخذ الملاحظات. انا شخصيا استخدم تطبيق جوجل كيب، وهذا راجع لثلاث نقاط اساسية. اول شيء نتكلم عن شركة جوجل رجاء، فهذا يعني ان الكفاءة ستكون عالية، لن تجد اي مشاكل في التطبيق او البوغز او اي شيء من هذا القبيل، فالتطبيق يشتغل بكفاءة عالية في كل مرة تحتاجه سواء على ايفون أو على أندرويد. يمكنك الرجوع إلى ملاحظاتك التي قمت بتدوينها على حاسوب آخر أو على هاتف آخر، فتبقى جميع الملاحظات سينك أب أو سينكد أب. فهنا أمر طبيعي جدا أن نستخدم تطبيق جوجل كيب في هواتفنا الجديد. والتطبيق العاشر الذي ستحتاجه كن على يقين هو تطبيق ديجو. تطبيق يوفر لك 100 جيجا من المساحة التخزينية السحابية بشكل مجاني. تخيل معي 100 جيجا كأن لديك external hard drive أو هارد ديسك خارجي مخصص لك أنت بحسابك الشخصي بالإنكريبشن بكل تلك الأمور. بمساحة 100 جيجا يمكنك تخزين عليها صورك، فيديوهاتك، موسيقى الخاصة بك، أي شيء تريده، والذي سيأخذ من مساحة هاتفك التخزينية، خصوصا إذا كان هاتفك بمساحة 32 جيجا أو 64 جيجا، فهنا ستعاني مع مشاكل امتلاء المساحة التخزينية. تطبيق ديجو سيوفر لك 100 جيجا مجانا انطلاقا من تثبيت تطبيق ديجو بطبيعة الحال. وطبعا ستحتاج أيضا إلى تطبيق واتساب، إنستغرام، فيسبوك، جميع تلك التطبيقات المشهورة والمعروفة لا أريد التكلم عنها في هذا الفيديو، لكن هذه هي أفضل 10 تطبيقات أساسية ضرورية جدا في كل هاتف جديد. سواء قمت باقتناء هاتف جديد مبروك لك، أو قمت بفرمطة هاتفك الحالي، فستجد الهاتف فارغ جدا وليس به أي تطبيق. فهذه 10 تطبيقات الأولى الأساسية الضرورية في كل هاتف قمت بشرائه أو فرمطته. طبعا رابط تحميل التطبيقات ستجده أسفل الفيديو في صندوق الوصف.
بالتفصيل يعني بالتكلم عن جميع مميزات كل تطبيق وكل تلك الأمور ستجدها في صندوق الوصف. طبعا إذا أعجبك الفيديو دمر زر لايك فجر زر لايك والله ضرب موعد في فيديو مقبل. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.